أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ندخل الآن عالم الغناء الشعبي التونسي ونستضيف أحد أبرز أعلامه الفنان سمير لوصيف. صباح الخير. نهارك طيب. أهلا وسهلا فيكم. طبعا عرفنا سمير كان عندك حفلة هنا في دبي غنيت فيها, إذا تحدثنا أكثر تفاصيل عنها. والله قبل كل شيء مرحبا بكم وناكم شهر نهاركم طيب. والحاجة أنا شرفني ياسر اللي أنا جيت أول مرة لدبي وكان استقبال فوق من اللغة التونسية اللي هو حلو برشا وكانت من الجمل اللي جيت فيه جيت مع الجروب متاعي ومن الستاف كامل جينا وعدينا حفلة في اللي هي في بلاصة من ست سنين جي بي آر ويسي والحق أما انتحققت اللي هو مرة فهمتني جي بي آر وكانت حفلة فهمتني ينجيو من أبوظبي من قطر فهمتني كان جو بصفة عامة مغاربي مش تونسي بركة فهمت والحمد لله كما قلنا احنا صفا بيان باسي وإن شاء الله ما تكونش لي أول مرة إن شاء الله سواء أنا ولا غيري وكذا فهمتني نحيو للجالية التونسية والمغاربي إن شاء الله. طيب يعني خلينا كمان نحييهم الآن تحية أخرى وتغني لنا شيء من أعمالك قبل ما نواصل حوارنا. كان في طلبات كثيرة وأنا طلبتها كمان اللي هي ميمتي الغالية. أي يا ريت إن شاء الله. تيرارارارارا تارارارارا يا ميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز علي هالأيام لعبت بي وكواني الفراق وكواني الفراي طال غيابي طال طابني الترحال دمت على غلحال دمع سخية وحرق الأشواق وحرق الأشواق وياما تعطيك العافية. الله يخليك. طيب سمير يعني أنت تخصصت في الفن الشعبي تحديدا أو أنتم بتسموه المزود إذا أنا مش غلطانة بس يعني هل كانت عندك محاولات أنك تغني أنواع أخرى من مثلا نوعية الأغاني كنت في بداياتك حبيت مثلا عملت شوية راي ليش ما استمرت مثلا في هذا الاتجاه؟ لا أنا أعوذ بالله من كلمة غنيت في برشا أصناف غير الفن الشعبي عملت الراي فهمتني غنيت على الوتري اي بس هو هذا اللي ركزت اكثر شيء فيه لا هو ركزت فيه كتجربه فهمتني انا يعني ميداني مدام فن شعبي نعم بالضبط مو هذا فهمت هل تفكر تغني بلهجات اخرى مثلا اللهجه الخليجيه او اللبنانيه او المصريه والله ان شاء الله تكون الفرصه وعلاش لا واحد يمشي كتجربة فهمتي في الميدان الفن الشعبي سيدي جا فهمتي نحن في كل البلدان العربية فما الفن الشعبي فهمتي كما في الجزائر فما الراي اللي هو فهمتي ينضم كفن شعبي كما في مصر كما في عديد من البلدان العربية شارك الجيل أيوة. هو أكثر شيء الناس بيحبوه يعني وبيتفاعلوا معاه يعني هي هو الفن الشعبي شنو حاجة شو فهمتني حاجة شو فهمتني تحرك مش كما الوتري ايوه الفن الشعبي فيه حاجات احلى وخير وعباد تتجاوب معاه وممكن تلقى فيه كلمه اللي هي صادقه فهمتني كلام فهمتني يحكي لها الدراما يعبر على مشاعر العباد يعبر في كل الحالات نعم طيب خلينا نسمع شيء ثاني على اختيارك هذه المره على ذوقك اذا حابب او شو او بنت الحي عندي اختيارات انا دائما بس انه انت عارفه كل شيء بنت الحي وش لازم على المر جايه جاهزه عشان لا تقول لي محتار وكذا اقول لك على طول اسم الاغنيه ولو انه صباح ايه معلش ايش قلت تحب بنت الحي بنت الحي يلا اخوي يلا تارارارا بنت الحي يا وخيانتك وكاي قمر ضايق
لما ايام ذوات علي الله الله يا وعد الله نعشق والعشق من الله قولوا اسم الله قولوا اسم الله قد ما نصف باقي شوي بنت الحي يا وخياني تكويكي يعطيك العافية الله يخليك. كان في تداول قبل فترة إشاعة وفاتك، طبعا كثير من محبينك وجماهيرك أكيد طبعا زعلوا، بس إيش سر الخبر وكيف كانت ردود أفعال؟ والله هذيك بالنسبة للشهرة سلاح له حدين، يعني بقول بلغتنا بلغة التونسية متعرض لكل شيء، أنت متعرض للباي والخايب. إشاعة سامي الوسيف مات وأكسيدون مورتال وكذا، فهمتني؟ نحن نقولوا الله يسامح لي بث الدعاية هذية، نقول نحن ربي يهدي وكهو، فهمتني؟ أنا ما يقلقنيش، ما عادش قلقني، فهمتني؟ سمير مات ولا ما مات، فهمتني؟ عارفين كنا باش نموتوا. أيوة. الإنسان عبد كيبث يقول حاجة كيبنا كيف، فهمتني؟ يخمن إنسان عنده صغار، عنده عائلة، عنده فاميلي، عنده كذا، حتى طيب حتى عائلته عنده ناس اللي تحبه، عنده كذا، فهمتني؟ طبعاً الله يطول في عمرك في جميع الأحوال. الله يخليك. بس بما أنك ذكرت كمان العائلة، زوجتك ظهرت كمان معك في برنامج تلفزيوني وغنت وكان صوتها حلو كثير، هل في أي خطة أنكم تعملوا ديو مع بعض أو أنها هي تتجه لل يعني للغناء؟ والله بالنسبة لجوزتي اقترحت علي هكا في عديد من المناسبات، فهمتني؟ نعم. تحب نعمل ديو انا وياها، فهمتني؟ قلت لها ان شاء الله ان شاء الله، ما عندك ان شاء الله، فهمتني؟ قلت لها بالنسبه لك انت راك انت ربت بيت، فهمت؟ ونعرف نحن ميدان الفن، انا مش معارض في الفكره هذه، متبقينا فهمتني؟ تلقى فما امور اهم من الميدان هذايا، فهمتني؟ ميك تواتي المناسبه وتواتي الفرصه، علاش لا؟ بوركو با مرتي ممكن تغني معايا ديو، ولا باش ساعات تقول نحب باش نشارك انا في الديفويس مش عارف شنو كذا، فهمتني؟ تقول اوكي ثم ما في بروبليم، ثم حتى مشكل. طيب يعني احنا للاسف وقتنا انتهى، بس سريعا عندك حفلات في قرطاج السنه او اي حفلات في الصيف؟ والله قبل كل شيء نحب نوجه تحيه للاخت لطيف العرفاوي. طبعا فنانه، ولا الفنان العربي الاخ زاد كذلك حسين الجسمي، اللي كانوا هما ضيوفنا، فهمتي؟ وعديد من الضيوف اللي جاوا، فهمتني؟ ان شاء الله نكونوا اثناء قدره الله في عديد من المهرجانات التونسيه، وان شاء الله تكون على شلاف عديد من المهرجانات خارج ارض الوطن ان شاء الله بقدره الله. اذا اكيد طبعا انت حتعلن عنها لما تتاكد. طبعا بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا طبعا في الاستوديو الفنان التونسي واحد اعلام الفن الشعبي التونسي سمير لوصيف، شكرا.